بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ياسر ريان. مساء الخير ابو كابتن. مساء الخير محمد، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يكرمك كابتن. انت كنت حريف قوي وسريع قوي، يعني ما كنتش بتتمسك كده، عامل حاله كده في الملعب. لا انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد موهبه، وخاصه ان بيلعب في النادي الاهلي لازم يمتاز بحاجه تكون انت مميز بها عن اللعيبه الثانيه اللي موجوده في الانديه الاخرى. فكل لعيب، يعني مثلا لو جبت كل لعيب كان بيبقى موجود في النادي الاهلي وما زال موجود في النادي، لازم عنده ميزه. ميزه مثلا بيلعب الهيد كويس، ميزه مثلا سريع، ميزه بيقطع كويس ويسلم كويس، ميزه بيعرف يجيب جون. لازم عندك ميزه عشان تبقى لعيب مميز. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كان عاطي لي ميزه السرعه، وده الحمد لله يعني من الحاجات اللي يمكن الحمد لله يمكن حاجه كويسه قوي. وببقى سعيد جدا لما حد يقول لك انت الجناح الطائر، يعني في الالقاب كتير الحمد لله اتغلت على الواحد. بس الحمد لله يعني انا سعادي اصلا مش باللي انت بتقوله، انا سعادي لان انا اصلا من ضمن منظومه النادي الاهلي، فدي اللي بيسعدنا اكتر. يعني معانا برضو واحد من النجوم الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن معتز زين صاحب التسديدات الصاروخيه. مساء الخير يا ابو الكابتن. مساء الخير يا نجم. اخبارك ايه؟ وحشني. وحشني انت اللي وحشني. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. في شوط في رمضان ولا مفيش؟ في الدورات بقى. ربنا يكرم ان شاء الله كده وتكون يعني ضفنا كده على طول. ربنا نبدا بقى حوارنا عن ماتش الترجي التونسي. الاهلي بصدد بدايه دوري ابطال افريقيا ان شاء الله تكون التاسعه يا اهلي امام منافس قوي وهو فريق الترجي التونسي بطل الدوري التونسي في هذا الموسم، وكان في مواجهه سابقه في البطوله الماضيه امام النادي الاهلي في نصف النهائي، تعادلنا في القاهره بهدفين مقابل هدفين وفاز النادي الاهلي بهدفين في تونس. على فكره المواجهات ما بين النادي الاهلي والترجي كان برضو 16 فوز 16 مباراه للنادي الاهلي، النادي الاهلي فاز في 6 منهم 3 في تونس، ودي بتدي لك انطباع مهم جدا. النادي الترجي فاز في 3 وتعادلنا في 7 مواجهات، ودي بيبين لك قد ايه مدى مستوى التنافس ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي التونسي، وتحس ان منتخب مصر بيلعب منتخب تونس. كابتن ياسر، مواجهه صعبه في البدايات، ولكن البعض يقول ما الفريق اللي عايز يكسب البطوله بيواجه الكل، ما يفرقش معايا واجه انهي فريق الاول. بالظبط، يعني تاكيدا لكلامك احنا برضو لازم نرجع ورا شويه، وبرضو الكلام ده برضو ليا والجمهور النادي الاهلي. مش كل بطوله النادي الاهلي هندخل في بطوله سواء دوري او كاس، لازم مش فرض اللي احنا ناخده. احنا اللعيبه بتعمل اللي عليها، بنأدي، الجهاز الفني بيعمل اللي عليه وبيأدي وبيبقى احنا طبعا المركز الثاني بالنسبه لنا بيبقى مشكله. فالمركز احنا لن نقبل الا المركز الاول، وخلاص الجمهور النادي الاهلي اتعود على كده. فاللي احنا نطلع من بطوله الكاس ده عادي جدا، اللعيبه برده مشوار طويل سواء كانت في افريقيا ودخلت في دوري وغير الماتشات الوديه اللي بتتلعب وغير المهرجانات وغير وغير. فالنادي الاهلي لازم، انا مش بدي عذر بس لازم وقت من الاوقات ممكن النادي الاهلي يحصل ضروب في بعض الاحيان. مش معنى كده ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي كلام. هو هل من طبيعي كابتن ياسر ان كل موسم النادي الاهلي يفوز بالدوري وكاس والسوبر هو قدر لعيبه النادي الاهلي كده وقدرنا كده؟ هو ده قدر. لا هو مش طبيعي، هو طبيعي مش طبيعي ان تاخد البطوله كلها، بس ده قدرنا اللي بيلعب في النادي الاهلي كده، سواء مجلس اداره او لعيبه او جهاز فني او المنظومه، الجمهور كله طالب البطوله. هنرجع بقى لماتش الترجي والنادي الاهلي، احنا مش هنقول مباراه زي ما انت بتقول اي اللي بيلعب على البطوله بهواجه الناس كلها، هواجه الفرق كلها سواء فرق قويه او فرق ضعيفه. وكمان الفتره الاخيره انا اعتقد الفرق بقت كلها قويه في افريقيا، ما عادش في فرقه ضعيفه، بالعكس كل الفرق بتعمل لك حساب الوقت كمان اكبر للنادي الاهلي. النادي على المستوى الافريقي احنا نادي القرن، نادي كبير بجمهوره بادارته بلاعيبته. فالمباراه بالنسبه لنا احنا عايزين نقلب صفحه الدوري، نقلب صفحه الكاس، ونركز احنا او كلاعيبه، واعتقد ده اللي موجود حاليا في المعسكر، اللي انا بركز على بطوله مهمه جدا هي بطوله افريقيا. خلاص انا خدت دوري وعندي دوري كتير قوي، خدت كاس وعندي كؤوس كتير قوي، هي البطوله اللي هي بقى لها فتره بعيده احنا عنها هي بطوله افريقيا. فمباراه الترجي بالنسبه لنا هي مباراه الصعبه جدا، ولعبت النادي الاهلي عارفه كده، خاصه الثقه اللي عندنا الوقت لازم لعبت النادي الاهلي تعرف ايه المنع ما نخسر مباراه او مباراتين. ده طبيعي، انا بقالي فتره طويله جدا بكسب. فالمباراه بالنسبه لي بقلب الصفحه عند مباراه الترجي، اشوف السلبيات والايجابيات بتاع فرقه الترجي عشان ابدا اشتغل عليها. بناء عليها ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيرجع لطبيعته، ياخد خطوات. كابتن اينو، عايز اسالك، وزياره كابتن حسام خطيب النهارده
لتمرين النادي الأهلي ودعم الفريق ودعم الجهاز الفني. طبعا أنت كنت بتلعب في النادي الأهلي فترة من الفترات، وكان في مشاركات أفريقية، وكان في برضو بعض الماتشات قبل النادي الأهلي ما بيواجهها كان في صعوبات. زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي كانت بتمثل لكم إيه؟ بص طبعا يمكن في البداية زي ما أنت قلت يا محمد، إحنا تعرضنا لمواقف دي كتير والصعوبات دي كتير. الفترة اللي فيها دلوقتي النادي الأهلي حاليا فترة صعبة جدا، والواحد مر عليها كتير، ويمكن الكابتن ياسر برضو مر بيها كتير. زيارة الكابتن خطيب النهاردة أعتقد يعني حط تحتها 100,000 خط. أنا يمكن قعدت 5 سنين في النادي الأهلي ألعب، شفت يمكن مجلس الإدارة أو اجتمعنا بمجلس الإدارة حوالي 2-3 مرات. مجلس الإدارة هو عارف إمتى، مش بتلاقيه زي مجالس الإدارات بتاعة الأندية التانية، مش كل يوم والتاني في التمرين، مش كل يوم والتاني يعزم اللعيبة. هو عارف إمتى بيجي في المواقف الصعبة، في المواقف الحاسمة اللي هو يعني فعلا بيديك ده يقتضي الأمر لازم. لو الدنيا ماشية وما بتلاقي ما بتسمعش اللي كابتن محمود بيجي، ما بتسمعش حتى قبل كده كابتن حسن حمدي كان بيجي، لا لازم يكون في حاجة. واعتقد ان دي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي ولا غريبه على كابتن محمود الخطيب، اللي فعلا هو نقى الوقت المناسب فعلا اللي هو يكون موجود النهارده، فدي هتدي دافع جامد جدا. كابتن الخطيب لسه راجع من السفر، ولكن على طول ذهب، هو الله يكون في عونه يعني. الناس كلها طبعا، انا من خلالك ومن خلال البرنامج طبعا بقول له الحمد لله على السلامه، وان شاء الله تكون اخر عمليه ويمشي بقى على الادويه والحاجات دي عشان يرجع لنا بالف سلامه. لكن هو يعني حبه للنادي الاهلي، لا مش عايز اقول لك، لو هو في السرير هيجي برضه. يعني حاجه لا تتوصف. بالنسبه للعيبه الكوره، بالنسبه للعيبه الفريق، بتحس بايه لما يكون وجود رموز النادي الاهلي موجوده معاك في التمرين؟ مفيش شك طبعا، بتديك دافع كبير جدا، بيعرفك يعني الموقف اللي انت فيه. كون اللي رئيس النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب بيحضر ويتكلم معاك قبل ماتش مهم زي ده، زي ما بقول لك احنا جه علينا فترات كتيره من دي، اكيد لعيبه النادي الاهلي عارفه قد ايه دلوقتي الجمهور زعلان. ماتشين يعني مهمين جدا انا خسرتهم، انا مش بدي طبعا اعذار. النادي الاهلي بمباراه القمه كده كده انا حاسم الدوري وكل حاجه، بس برضو عند الناس ده ماتش قمه، ديربي اقوى ناديين في افريقيا، فبرضو الناس ايه برضو تلاقيها زعلانه شويه. خلاص دي بطوله وعدت، لما اطلع كمان من الكاس، مع احترامي لفريق الاسيوط، لما برضو تطلع من الكاس يمكن زي ما كابتن ياسر قال، انت محطوط دايما تحت ضغط اللي لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي مطالب اللي هو ياخد كل البطولات. نعم. وده يعني زي ما هو طبيعي، بس برضو لعيب الكوره برضو زي ما هو بيبقى بيوصل لاعلى حاجه، لازم برضو يعني في عارف سنه فوق وسنه تحت يعني. نعم. مفيش حد بيفضل طب على طول. نعم. فانت وارد برضو اللي انت تخسر يعني، مش هكسب على طول، انت بتلعب كوره، فالكوره مكسب وخساره. ولكن التقييم كابتن اينو بيجي على قد ايه او عدد الخسارات، ولا بيجي ان انا عشان خسرت ماتش فالدنيا تتقلب؟ هي اصل عايز اقول لك على حاجه، القصه مش في ماتش، القصه اللي انت ماتش ببطوله. يعني الماتش ده لو ماتش عادي او في الدوري عادي الناس بتنسى، الماتش اللي وراه يعني تاني ماتش على طول انت بتعوض، لكن اللي مخليه في الاذهان واللي مخلي الناس زعلانه، انا ماشي في الشارع الناس كلها ما بتتكلمش على ماتش الاسيوطي، كل الناس بتتكلم على ماتش الاسيوطي ليه؟ عشان ماتش الاسيوطي ببطوله. يعني الماتش ده لو عادي، لو ماتش دوري عادي الثلاثه بونت وخلاص، لكن ماتش يطلعني من البطوله هو ده اللي مزعل جمهور النادي الاهلي. فزي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي اكيد مقدره الموقف، لعيبه النادي الاهلي عندهم من الشخصيه او عندهم يعني واخدين على كده. لعيب النادي الاهلي دايما زي ما كابتن ياسر قال، يعني انت واخد على كده، انت لازم يكون عندك شخصيه، مش اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي، فانت واخد اللي انت دايما محطوط تحت ضغط، واخد اللي انت بتتعرض من الجمهور، من الناس، من الصحفيين، فلو ما كنتش تستحمل كده يبقى انت ما ينفعش تلبس تيشيرت النادي. شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لاعب النادي الاهلي هي من تصنع الفرق. كابتن ياسر، بلعب ماتش الزمالك يوم الخميس، وبلعب الاسيوطي يوم الاحد، والعب الترجي يوم الجمعه، وده بطوله دوري ودي بطوله كاس ودي دوري ابطال افريقيا، هل دي من العوامل اللي ممكن تكون اثرت على تذبذب المستوى؟ لا، مالهاش دعوه بالتذبذب المستوى، هي ممكن تكون ضغط المباراه ورا بعض، مش دولت الثلاث مباريات اللي حضرتك اتكلمت عليهم، لا بالعكس. الفتره اللي فاتت كلها النادي الاهلي مضغوط، سواء كان في افريقيا، في الدوري، في الكاس، في الماتشات اللي هو كان بيشارك فيها في المهرجانات اللي في الدول العربيه، كل ده برضو ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. واجهاد يا كابتن، ما فيش شك الاجهاد ده رقم واحد. ثاني حاجه، انت عارف ان لعيبه النادي الاهلي الماتش الودي عندها زي الماتش الرسمي، ما بيعرفوش يفصلوا، وده برضو طبع ده حتى يعني الاشقاء في الماتشات الوديه
ابتدوا يتكلموا هو انتوا ليه بتلعبوا جامد كده بالظبط ما بنعرفش نفصل وده ميزه احنا متعودين على كده حتى احنا ما بنروح اي مهرجانات احنا لعيبه معتزله برضو مش عارفين نجامل اللي قدامنا يعني احنا ممكن بناخد الامور على اعصابنا وبجديه وما ينفعش نخسر وما ينفعش ان احنا اخر حاجه ماتش السفارات كنا في نادي الاهلي الشيخ زايد واخدين الامور ما ينفعش وحتى اللي بنلعبهم اصغر مننا سنا بس ما ينفعش برضو بنقاوح معاهم هو ده طبع النادي الاهلي فاللي جاد ده رقم واحد كان موجود مع لعيبه النادي الاهلي بندي لهم العذر مش بدي العذر برضو هو انا قلت لك ده قدرهم كده وامر واقع بالظبط فهي اللاعب النادي الاهلي بيعرف يعمل استشفاء نفسه كويس قوي بيعرف اللي ليه واللي عليه عارف المتطلبات اللي هي مطلوبه منه عشان كده انا برجع واقول لك المباراه بالنسبه لنا لازم لعيبه النادي مباراه زي ما معتز اتكلم مباراه الاسيوطي ممكن نكون احنا زعلانين اللي هي مباراه ببطوله بس مش هيمنع اللي انا خلاص اللي انا هدخل البطولات كلها واخدها ببطوله الدوري انا نهي الدوري بفرق كبير قوي النقاط وفرق في الماتشات وفرق كل حاجه وماشي في بطوله افريقيا كويس والجهاز الفني ماشي كويس جدا وماشي بخطوه ثابته وجود الكابتن النهارده برده الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره الكابتن زيزو والكابتن علاء صادق ده حاجه برده كويس وامتى بيظهروا طول عمرنا حتى واحنا موجودين بيظهروا وقت الخطر ما لازم نعرف كده برده مش الخطر اللي احنا اللي انا لا دوري المجموعات ده دوري بس لازم بيظهروا في وقت الذي يقتضي ان هم يكونوا موجودين يعني لازم يكونوا موجودين في الوقت موجودين النادي الاهلي مجلس اداره طول عمره في التاريخ حتى في وقتنا وقبلنا وبعدنا هم بيجوا في الوقت اللي انت فيه حاجه في مشكله نعم ايه طرح منا بطوله خسرنا مباراه زي مباراه الزمالك دي كل ده لكن وانت كسبان مش هتلاقيهم وانت واخد بطوله مش هتلاقيهم هم عايزينك تفرح وتفرح جمهورهم هو ده الغرض وكابتن الخطيب ومجلس اداره هتلاقيه مش متواجد بشكل دوري مع الفرقه ليه احنا خلاص متعودين اللعيب عارف دوره الجهاز الفني عارف دوره لجنه الكره عارفه دورها فالمنظومه موجوده مؤسسه محترفه بالظبط كل واحد عارف ادواره ايه فبناء عليه انا مش محتاج وفي نفس الوقت برضه من خلال البرنامج بتاعك يا محمد طبعا بنقول لكابتن محمود خطيب الحمد لله على السلامه طبعا انا من الناس اللي كنت بحبهم جدا جدا وبعشق النادي الاهلي عشان كابتن محمود الخطيب ودي مش رياء ولا نفاق الحمد لله من اللعيبه اللي احنا كنا بنحب نتفرج عليها ومن الناس اللي خلتنا نحب النادي الاهلي فبنتمنى ان شاء الله الشفاء ويرجع كده بيته وكده وده وانا سعيد كده بوجوده النهارده دوام الصحه للكابتن محمود الخطيب كابتن اينو ازاي كلاعب كوره وازاي كجهاز فني افصل ما بين ثلاث بطولات في اسبوع واحد الدوري وكاس والان افصل واخش على دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لك ارجع لكلمتي الاولى اللي شخصيه لعيب النادي الاهلي طالما دخلت النادي الاهلي بتعرف تتعامل من الضغوط اللي عليك انت لازم كلعيب لازم تفصل خلاص دي بطوله ويمكن ده انا قريت في السوشيال ميديا عامه تصريحات الكابتن حسام بعد مباراه الزمالك اللي خلاص دي كانت مباراه القمه واحنا مركزين في مباراه الكاس اعتقد نفس الحكايه خلصنا من الكاس وطلعنا من بطوله الكاس هو دلوقتي كل الشغل الشاغل دلوقتي عند الكابتن حسام وعند الجماهير وعند اللعيبه وكل حاجه مباراة الترجي في بطولة أفريقيا وبدليل تركيزهم الجامد النادي الأهلي ما بيعسكرش دايما يومين يعني نقطة يعني اللي هو يسافروا النهاردة قبل المباراة ب 48 ساعة ده يبين لك ان اللعيبه والجهاز الفني مركزين تركيز تام للمباراه عايزين يدوا مساحه من الوقت الكافي للاستعداد الصح يمكن هم دايما في اي بطوله عامه واحنا حتى على ايامنا كنا بنعسكر يوم واحد 48 ساعه دي يعني بتبقى يعني في مواقف زي ما كابتن ياسر قال المواقف الصعبه او المواقف اللي هي محتاجه اللي انت فعلا تقعد 48 ساعه عشان يبقى تركيز تام مش يوم واحد اعتقد اللي مباراه الترجي دي يعني لا بديل عن الفوز بالنسبه لجمهور النادي الاهلي يعني لا بديل عن الفوز طبعا الكره مكسب وخساره بس كلنا بنتمنى وكلنا ورا النادي الاهلي اللي هو يكسب ان شاء الله يوم الجمعه اعتقد ان البطوله دي بتكلمني باحساسك الشخصي انت عايز النادي الاهلي يكسب بقوه طبعا وده احساس اللعيبه برضه اكيد ده احساس اللعيبه طبعا يعني كده انا اذا كان عليا انا هين عليا العب بعد بكره عارف عايز افرح جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وجمهور عظيم من اكبر الجماهير اللي فعلا في الشرق الاوسط جمهور النادي الاهلي طب اينو عايز اسالك في بعض الامور كان النادي الاهلي ممكن يتعادل ويبقى عنده مثلا في الدوري او مثلا يبقى عنده اخفاق في بطوله الكاس وعندك مثلا ماتش في دوري ابطال افريقيا انت واجهت الترجي قبل كده بتقدروا تفصلوا ازاي ما بينكم وما بين بعض كلاعيبه ان انتوا كلامكم ازاي احنا دلوقتي عندنا ماتش مهم انا مش عايز ادي ماتش الترجي فوق حجمه
لان هو في الاول وفي الاخر مباراه في دوري المجموعات، ولا انا بلعب في سيمي فاينل ولا انا بلعب في فاينل، ولكن هي مباراه مهمه للغايه، منافس قوي ما هوش منافس سهل، والبدايه بتفرق، والبدايه بتفرق. فانت نفسيا بتهيئ نفسك ازاي؟ بص على المستوى الجماعي بتاع الفرق، احنا كان علينا ان احنا كان في نجوم كبار عكس دلوقتي، مع احترامي طبعا لكل اللعيبه الموجوده، يعني يمكن دلوقتي كابتن حسام غالي وكابتن وليد سليمان وعندك شريف اكرام وحسام عاشور، بس انا بتكلم وقتك انت كان في، يعني كان حسام غالي موجود، كان حسام عاشور موجود، كان وليد موجود، ما الناس دي كلها انا لعبت معاها، بس كان في بحكم السن كان في بقى وائل جمعه، كابتن ابو تريكه، كابتن بركات، يعني عارف كان في ناس يعني عارف ايه، كانوا دايما يقعدوا معانا تحس اللي فعلا اللي في حاجه، يا جماعه مش هينفع، يا جماعه لازم نصالح جمهورنا، يا جماعه لازم نمسك يعني ايدينا في ايدين بعض، يعني الشكل العام ما بقاش كويس، تحس ان انت من الكلام تبقى عايز تقوم تلبس دلوقتي وتلعب المباراه. نعم. بجد والله مش بقول لك كده. فاعتقد المباراه دي هتكون فعلا فاصله زي ما انت بتقول، هي مش سيمي فاينل ولا فاينل ولا حاجه، بس البدايات بتفرق. يعني يمكن اعتقد ان المباراه دي لما تاخدها ان شاء الله، يعني بامر الله تكسب اول مباراه دي هتديك دافع قوي، منها يعني هتصالح جمهورك، الناس هتنسى مباراه الاسيوطي دي خالص. نعم. هتديك دافع للمباريات الجايه، خلاص انا خلاص دلوقتي انا رجعت تاني، لعيب النادي الاهلي او النادي الاهلي عامه لما بيكسب مباراه خلاص بيرجع لوضعه الطبيعي. وارد ان انت بتلعب كره قدم فيها مكسب وخساره، وارد انك تتهز شويه، فانت اتهزت المباراتين اللي فاتوا، خلينا نكون صراحه، فانت عايز ترجع تاني لشخصيتك اللي هو اصلا الناس متعوده عليك فيها، فانت مكسبك يوم الجمعه اعتقد اللي ده هيرجعك تاني وهيوقفك على حيلك تاني وهيصالح جمهورك تاني وهيديك ثقتك تاني. كنت اتمنى ان الفريق يبقى مكتمل. حزين جدا اللي جونيور اجاي مش موجود، لعيب مؤثر، حزين جدا اللي ازارو مش موجود، لعيب مؤثر، فكنت اتمنى ان الناس دي كلها تبقى موجوده عشان يدوا دافع ونبين للناس كلها اللي احنا واقفين على حيلنا واللي احنا فعلا هنقدر نعمل مباراه كويسه. فان شاء الله الناس اللي موجوده قدامي، يمكن انا القايمه كلها قدامي، ان شاء الله الناس دي كلها على قد المسؤوليه وان شاء الله يفرحوا. نتكلم على القايمه ونبتدي نتناقش فيها، يعني مثلا وجود شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صابر رحيل، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد نجيب، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، احمد حمدي، احمد حمودي، اسلام محارب، وكريم ندفيد، وباكا، مروان محسن، وصلاح محسن. دول القائمه اللي ال 23 لعيب اللي اختارهم الكابتن حسام البدري، و اختار القائمة كاملة وهيسافر بهم كلهم عشان يكون على أتم الاستعداد. كابتن ياسر، تقييمك لفريق نادي الأهلي في هذا الموسم قبل مباراة الترجي، حضرتك كنت في القيادة الفنية لفريق نادي طنطا مع كابتن أسامة عربي وشفت النادي الأهلي، طبعا بوجودك هنا في الأسود التحليلي ودايما بنتشرف بوجود حضرتك معنا، ليك رؤية عن مسار النادي الأهلي مع كابتن حسام البدري، كيف ترى هذا الموسم؟ بص، من أحسن مواسم النادي الأهلي عملها، يعني من احسن مواسم النادي الاهلي عملها، نتائج، اداء، شكل كويس جدا، وكان وقت من الاوقات يقول لك مين يقدر على الاهلي. نعم. يعني في مقوله كانت بتتقال الفتره اللي فاتت، مين يقدر على الاهلي. فالنادي الاهلي اللي كابتن حسام البدري عمله دي طفره موجود، يعني والحمد لله حسام البدري ده ابن من ابناء النادي الاهلي. نعم. حاجه كويسه، يعني المدرب الاجنبي، ممكن نقول المدرب الاجنبي وقال التكتيك والطريقه والشكل، لكن وجود جهاز فني كامل من النادي الاهلي، الشكل اللي هو كان بيتأدى به النادي الاهلي، كسب المباراه كلها باستثناء مباراه او مباراتين، ده طبيعي جدا في كره القدم. عمل شكل ادائي، غير طريقه اللعب للفرق كلها، النادي الاهلي لما بيلعب بطريقه تلاقي الفرق كلها بتشوف النادي الاهلي بيعمل ايه وبيعمل، فالنادي الاهلي السنه بيلعب ب 4-2-3-1، اعتقد 90% 99% من الفرق السنه تلعب بنفس الطريقه. نعم. فدي اللي الطريقه كانت ناجحه بجهاز فني، ناجحه باللعبه اللي موجوده في الملعب، وخاصه كمان انت كان وقت من الاوقات عندك كمان النجاح بتاعك اللي انت تلعب محمد هاني باك رايت، ترجع ممكن تلعب احمد فتحي، ممكن تلعب باسم، في عندك المكان ده كان في ناس كتير موجوده، عندك علي معلول وصبر حلو، كان حسين قبل يمشي، كان عندنا موجود لعبه كتير. النادي الاهلي بعد ما خد البطوله وكسبنا بطوله الدوري، طبيعي اللي هو برده عايز يمشي، ايه برده اللاعب اللي عايز يطلع اعاره برده هو، بس النادي الاهلي كمان يعني بصراحه بشكر فيه مجلس الاداره اللي هو برده بص على الحاله النفسيه للاعيب. نعم. اللاعب عايز يكون نفسه، صفر بعض اللعيبه تلعب نفس الاوقات برده يا كابتن ياسر، ويمكن حتى ده كان تصريحات لجنه الكره،
ان معظم اللعيبه اللي كانوا في الاعاره في تخمه في هذا المكان، يعني المكان بتاعهم اللي هو خاصه تحت المهاجمين في الشك عندنا منه كتير في النادي الاهلي، موجود احمد الشيخ، موجود مؤمن زكريا، موجود كتير غير وليد وغير حمودي وغير ميدو وغير بركات وجابر وفاكر كويس. ما هي الطريقه هي اللي طلعت، ده كان سبب ان الاعارات، لان البعض ينتقد لماذا كانت كل هذه الاعارات. بالظبط، ما فيش شك. عشان كده بقول لك ايه، طبيعي وانت واخد بطوله دوري خلاص والحمد لله، والبديل البديل عندك كان موجود، فالحاجات دي كلها كانت محسوبه للجهاز الفني، فطبيعي اللي هو التخمه اللي ده حوار مهم جدا يا كابتن، انا اسف المقاطعه ولكن حوار كابتن حسام البدري مع معلول، وخاصه معلول لا يشارك بقاله فتره، ومن المنتظر طبعا بخبرته مع فريق الترجي، وكان بالزبط. هو اللي هو عامل الترجيح للنادي الاهلي خصوصا في لقاء العوده في رادس، واحرز يعني وصنع اهداف واحرز اهدافها برضو. هل ترى ان هذا الحوار قبل التمرين كمحاضره كده شخصيه ما بينه وبين اكيد الكفر. اكيد، ما هو برضه علي معلول من اللعيبه الاساسيه في فريق النادي الاهلي مع صبر رحيل برضه. نعم. الاثنين مكملين لبعض. نعم. ايا كان مين اللي هيبتدي بيهم، بس هو ما فيش شك علي معلول عنده برضه الخبرات الافريقيه موجوده، لعيب من اللعيبه اللي لعبت ماتشات كتير ومستوى ثابت، لولا الاصابه بس هي اللي بعدته، لكن طبيعي جدا النادي الاهلي المباراه دي احنا محتاجين كل لعيب عنده خبرات افريقيه. نعم. فده الماتش اللي انا بعتبره من الماتشات اللي هي بنسميها في لغه الكره ماتشات رزله، ماتش صعب. ايوه دوري مجموعات زي ما انت اتكلمت وقلت، اه دوري مجموعات وهي مباراه، بس هي مباراه ليها حسابات. نعم. انا مكسب الترجي عندي هنا برضو بنسى الماتشات اللي فاتت، بدخل على بطوله جديده بركز انا في بطوله، لا قدر الله اي نتيجه ثانيه هو دوري برضو، هرجع واقول لك هو دوري، ممكن لا قدر الله اخسر او اتعادل مش نهايه المطاف، لكن في الاول وفي الاخر انا لازم لعبت النادي الاهلي، انا عارف ومتاكد من ده تماما زي ما معتز اتكلم، لا في لازم لعبت النادي الاهلي يبقى عندها ثقه في النفس، لازم اللعيبه الكبيره لها دور كبير جدا في لم زي ما بقول لم المحاضرات اللي هي تبقى مع بينهم وبين بعض، يتفرجوا على فرقه الترجي كويس قوي، يشوفوا نقطة القوه والضعف تبقى موجوده عندهم، كل ده لعبت النادي الاهلي درسها كويس قوي، الجهاز درس كويس قوي. نعم. وهم عارفين اهميه المباراه، وخاصه خلي بالك احنا لو كنا كملنا في الكاس بشكل كويس او كملنا ماتش الزمالك كنا كسبناه، كان الامور اختلفت تماما، كنا يعني كان يبقى في ارتاحيه حتى في الكلام واحنا بنتكلم في الاستوديو، كان في ارتاحيه في الكلام، لكن احنا مجهودين اللعيبه برضه. سبحان الله كابتن، مواجهتنا امام الترجي يجب ان يكون قبليها كده بعض التوابع وبعض المشاكل، يعني من بدايه مثلا مشاهدتنا للقاءات الترجي حتى في موسم 2001 تعادلنا هنا في القاهره، ورحنا تعادلنا هناك 1-1 جون كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان الاهلي في غيابات وكان تغيير في طريقه اللعب واللعيبه، وكانت اول سنه لمستر مان. نفس الشيء يمكن في مواجهتين كان ايام كابتن اينو كنتوا كسبتوا النادي الترجي هنا 1-0 وتعادلتوا هناك، اعتقد كان الامور الى حد ما دي كانت اسهل مواجهه وما كانش فيه غيابات كتير، ولكن بعد كده 2012 الفاينل ابو تريكه بركات سيد معوض عماد متعب فلافيو مش موجودين والنادي الاهلي يكسب. فاكر انت اللقاء ده؟ حتى كان احلى لقاءات حسام الكابتن حسام البدري والكابتن حسام غالي. اكيد طبعا. بص يمكن دايما مباراه الاهلي والترجي زي هنا في مصر كده الاهلي والزمالك ديربي، يمكن ليه شعبيته وليه جمهوره كبير لا يقل طبعا عن النادي الاهلي بالنسبه لتونس، هناك عندهم بتلاقي جمهور، انت لو لعبت هناك وشفت محمد بتلاقي جمهور هناك عندهم الترجي ده حاجه زي هنا بالعكس. نعم. النادي الاهلي برضو بجمهوره وبكل حاجه، فانت بتتكلم على فرقتين كبار. ده النهائي هو 2012. ده 2012 انا بشكر طبعا يعني زمايلنا لان هم جايبين ماتش، انت كنت بتتكلم على الغيابات كابتن اينو، بتتكلم ان اجاييه مش هيلعب، وبتتكلم على ان ازارو وعبد الله السعيد مش هيلعب عبدالله. وهذا اللقاء ولا ابو تريكه ولا بركات ولا متعب ولا فلافيو، النادي الاهلي فاز اللقاء لو تفتكر، كان سيد حمدي وجده كانوا هم خط نقوم، واحمد شديد قناوي كان قائد الجبهه اليسرى للنادي الاهلي في هذا اللقاء. لا ما انا زي ما بقول لك هم الفريقين كبار، وعايز اقول لك النادي الاهلي لما بلغه الكوره لما الكوره بتبقى ماشيه معاه بيعرف يأدي وبيعرف يسجل وبيعرف يجيب اجوان وبيعرف خلاص الكوره ماشيه، فاتمنى ان الكوره تمشي يوم الجمعه، يعني اتمنى ان الكوره بامر الله تمشي. عايز اتكلم في نقطه عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد عامل تاثير جامد جدا. اتسالت قبل كده برضو في احد البرامج برضو على عبد الله، مين اللي يقدر يعوض غيابه؟ طبعا في لعيبه كتير، بس الكابتن حسام بدري انا عارف وحاسس ان هو محتار،
مره نشوف ميدو جابر، مره نشوف وليد سليمان مكانه، مره نشوف حمودي مكانه. كابتن اينو عبد الله السعيد لاعب ذو مواصفات خاصه داخل الملعب، تمام، ومواصفاته الخاصه ان واحد هو العقل المفكر بلاي ميكر اللي عنده دايما الباس صح وعنده رؤيه. وهسال نفس السؤال لكابتن ياسر بس اخد اجابتك الاول، هل من السهل تحضير بديل للاعب في هذا بهذه القيمه داخل منتخب مصر وداخل النادي الاهلي في يوم وليله؟ لا اكيد مش في يوم وليله، بس انت ما هو عايز اقول لك على حاجه، ابو تريكه لما كان موجود كان عبد الله برده موجود بس ما كانش برده بيلعب كتير. نعم. بلغه الكره استوى. نعم. لما ابو تريكه بطل كنت انا بقى موجود فترة دي، كنت بلعب مع الاثنين. عبد الله ما كانش بيلعب كتير عشان ليه؟ ابو تريكه موجود، بركات موجود، كانت الفرقه ساعتها مكتمله تماما. نعم. وفي نفس المركز انت جبت ابو تريكه، هو اللي كان بيلعب رقم 10 قبل عبد الله. ده الاساسي. نعم. ده نجم النجوم. نعم. بعدها لما ابو تريكه بطل خلاص المكان ده فضي، مين اللي ظهر وعملوا يعني اكن ابو تريكه موجود؟ والناس دلوقتي بتقول لا ده هو سبب كل اللي في النادي الاهلي دلوقتي، ده غياب عبد الله. بقت الناس تتكلم اللي عبد الله لما اتشال من ال11 بقى دلوقتي بقى عنصر مؤثر. فانت زي ما انت صبرت وعملت عبد الله السعيد، فانت اكيد برده مش من يوم وليله. وكابتن حسام خلي بالك محتار، ما انا زي ما بقول لك جرب واحد واثنين وثلاثه. يمكن انا قلت قبل كده اتسالت مين اللي يقدر يعوض عبد الله، كان قرار صائب جدا جدا رجوع ناصر ماهر بلاعب سموحه. نعم. اللاعب ده انا شفته وتابعته الفتره اللي فاتت، عامل موسم قوي جدا، هو لعيب كويس قوي وعنده رؤيه. وخلي بالك افتكر كلامي، هتقول اينو كان هنا في الحلقه وقال لو خد حط تحت خد دي كذا خط، لو خد باستمراريه هيعوض غياب عبد الله السعيد. ليه؟ لعيب كويس قوي، ما بيخافش، كنترول على الكوره كويس قوي، عنده ثقه في نفسه. وبعدين طلوع الاعاره دي لما طلع ولعب في بتروجيت ولعب في سموحه وخد الفرصه كامله زاد. ده لو كان قاعد في النادي الاهلي ما كانش ممكن، ما كانش ياخد الفرصه بالشكل المطلوب. لكن هو زاد قوي وكورته زادت قوي وبقى جريء جدا. نعم. جدا. فده اعتقد اللي طلعه ده هيفيد النادي الاهلي. نعم. فكان قرار صائب جدا، وهو خلي بالك هو لو ماشي وحش ما كانش النادي الاهلي رجعه. نعم. بدليل ان في لعيبه كتيره معارين، وتلاقي مثلا كل يوم نسمع ايه كابتن حسام لا ده فلان الشيخ مثلا لا هنجدد له، مش عارف مين هيقعد في السعوديه، لا مين لسه بنشوف بندرس. لكن اول قرار لجنه الكره خدته كابتن حسام بدري انا شفته حتى في التلفزيون في القناه التلفزيوني قال ناصر ماهر راجع. نعم. اشمعنى رقم واحد؟ ويمكن هو اصغر الناس اللي موجوده في الناس المعارين، لانه من الناس اللي تقدر تعوض هذا او تؤدي بنفس القوه في هذا المكان. أكيد. او تديني هذا. لا عايز اخد اجابتك كابتن ياسر، وحضرتك مدير. لا هو بص النقطة اللي معتز بيتكلم عليها برضو لازم، في نقطة لازم تاخد بالك منها. ضغوط النادي الأهلي أو ضغوط لاعيبة النادي الأهلي غير ضغوط أي فرقة في مصر. نعم. مطلوب مني بطولة، مطلوب مني إني أكسب. في لعيبة كتير النادي الأهلي بيعيرها، لكن أحمد الشيخ مثلا. نعم. كان في المقصة من اللعيبة اللي هي كويسة جدا. نعم. ما عندوش ضغوط، ما يعني مش ضغوط على فكره بطولات، ضغوط حتى جماهيريا. نعم. يعني هو لكن مش شكرا في حتى لازم تستمر، مش تلعب لي ماتش واحد كويس. بالظبط. انت عايز طول السنه اللاعب اللي انت هتجيبه ايا كان هو مين في المكان ده لازم يبقى هو عارف اللي هو محطوط تحت ضغوط البطوله، تحت ضغوط الجمهور، تحت ضغوط كتير، فالامور بتبقى صعبه. حته اللي انت هتستحمل لسه لعيب هيبقى موجود في النادي الاهلي، او انت لسه هتقول انا عندي خامه كويسه وكان بره وانا جاي بستفاد منه مفيش مشكله، هي برضه هيبقى عنده على الولد اللي جاي عليه ضغوط، فالامور ما تبقاش سهله زي ما انت متخيل. نعم. ليه؟ انت طالب لعيب زي عبد الله السعيد او زي ابو تريكه او ايا كان. ناصر ماهر لعيب كويس جدا وانا متفق مع معتز فيه، بس انا ما اجيش انا لعيب مواليد 97 اطلب منه اللي كان عبد الله بيعمله. نعم. اللي كان ابو تريكه لا هياخد وقت، لازم وخاصة وهو ده السؤال يا كابتن، يعني يجب ان يكون هناك صبر كما حدث مع عبد الله نفسه. مش هقدر انا كنادي الاهلي، انا بقول لك مش هقدر، انا بقول لك هو مش معنى كده، انا بقول لك ناصر لا لازم يبقى في كمان بديل مع ناصر. نعم. لازم يبقى في تاني وتالت، تعدد من خاصة الحلول. طريقه اللعب بتاعتي بتجبرني ان انا لازم يبقى عندي بلاي ميكر موجود ايا كان بقى، يبقى ناصر يبقى اي لعيب موجود لازم يبقى موجود معايا. ناصر مش لوحده هتقدر تديله الماتشات كلها. نعم. اوقات ممكن يكون لا قدر الله مصاب. هنا ابو تريكه لما نزل في هذا اللقاء وكان قبل خلاص النهايه وفاز النادي الاهلي، عشان بس لما انا ذكرت ان ابو تريكه لم يلعب، ابو تريكه نزل بديلا في هذا اللقاء وكان غير موفق في ضربه الجزاء. مش ده كلام دي. مش عارف اللي هو ضايع. يا سبحان الله ربك يبقى رايد حاجه. ترجع بقى اللي انت عندك النقطه اللي بكلمك عليها اللي انا ازاي استحمل. نعم. انا في وقت من الاوقات لا انا المفروض ادي اللعبة الصغيره لازم ادي لهم في بعض الاوقات، وخاصه لما يكون النتيجه في صالحي، النتيجه كويسه، الاهلي ماشي كويس، ممكن كل فتره كده دخل لعيب او اتنين، وكابتن حسام يمكن عملها فتره من الفترات، يبقى موجودين. ليه؟
الفتره اللي جايه لازم احنا ناخد بالنا بقى من الاعمار السنيه اللي هتقابلنا قدام. الاعمار السنيه لا اكيد النادي الاهلي زي ما الكيرف بتاعنا بيعلى قوي طبيعي المنحني ممكن ينزل شويه وبعد كده يطلع تاني، فلازم وده اعتقد موجوده في مع لجنه الكره وموجوده مع كابتن حسام البدري، اللعيبه اللي انا لازم عندي بعض اللعيبه اللي تبقى موجوده وخاصه عند لعيبه سنها كبر لازم برضو اشوف البديل ليها. انا عندي مجموعه من الشباب طالعين موجودين في مع النادي الاهلي ياخدوا فرصه يبقوا موجودين ليه برضو انا ما اللعيب موجود جوه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. كابتن ياسر يعني مع كابتن حسام البدري محمد هاني بياخد فرصته، احمد حمدي خد فرصته، كل اللعيبه كريم نيدفيد برضه خد فرصته، كل اللعيبه الشباب كابتن حسام البدري بيديهم فرصه. ما ده حاجه كويسه، ما انا عشان كده بقول لك لابد الفتره اللي جايه يبدا يدخل ليه بقى علشان اما يجي لعيب هيجي يطلع اعاره، لعيب هيعتزل، لعيب 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 تلاقي البديل بتاعه اللي عنده خبرات اللي هي لعيب مثلا مش احنا بنعذر اللعيبه اللي بتيجي من بره اللي هي ما لعبتش في النادي الاهلي من صغرها اللي يبقى جاي محطوط تحت ضغط ومطلوب منه بطوله ومطلوب منه يكسب ليه ومتعود زي ما انا كنت في النادي المنصوره متعود ان انا اكسب ماتش واتعادل ماتش، لما جيت مع النادي الاهلي لا ما ينفعش مطلوب مني ان اكسب على طول، مطلوب له اي بطوله ادخلها لازم اخدها. فكل ده اللعيب اللي بيبقى موجود جوه النادي الاهلي بيبقى متعود على كده، اللعيب اللي انت بتجيبه من بره مش متعود على كده، عشان كده ما تطلبش منه المستحيل، انت مطلوب منه الاول يندمج مع الفرقه، يندمج يعني ايه النادي الاهلي؟ يندمج ازاي ياخد بطوله وازاي ما النادي الاهلي بيخسر بيبقى الموضوع صعب جدا، كل ده انت بتبقى موجوده مع اللعيبه اللي جايه من بره، لكن طول ما انت بتطلع لعيبه من النادي الاهلي من الناشئين وبتدخل بتدخلها واحده واحده هو بعد فتره هتلاقي اللعيب ده بقى هو من اللعيب اللي هو القوام الاساسي مع النادي الاهلي. ده بكل تاكيد. ده كابتن اينو، ما كانت النواقص في لقاء نادي الاهلي امام الاسيوطي ونادي الاهلي امام الزمالك؟ وخلينا برضو نتكلم نقول النادي الاهلي الشوط الثاني في ماتش الزمالك ادى شوط جيد للغايه وكان فيه العديد من الفرص، نفس الشيء بالنسبه للاسيوطي ولكن ما فيش توفيق. عايز اعرف من وجهه نظرك ايه النواقص اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في المباراتين دول؟ بص يا كابتن محمد، يمكن مباراه الزمالك انا اتفرجت عليها تحس ان لعيبه النادي الاهلي مش مركزه. نعم. اولا بتلعب بارتياحيه، ليه؟ اللي انا بقى خلاص واخد بطوله، بقى فرق بيني وبين يعني الزمالك بعيد قوي فتحس ان اللعيبه، وانا حتى كنت بتكلم مع الشناوي محمد الشناوي حارس المرمى بعد الماتش على طول. نعم. وقعدت اتكلمت معاه في كام حاجه، فحتى هو حسيت من كلامه اللي هم ما كانوش مركزين، وقلت له قلت له الشناوي انتوا حسيت ان انتوا ما كنتوش مركزين؟ قال لي فعلا كان في نسبه عدم تركيز شويه. نعم. فده ظهرت عليهم، غير بقى موضوع التنشانه اللي احنا كلنا شفناها، يعني كنت تحس اللعيبه كلها متنشنه، ليه ده المفروض ماتش يعني اقول لك حاجه كابتن اينو، وللاسف ان احنا بنقول الكلام ده، لو حكم اجنبي ما كانش هيبقى فيه تنشنه خالص، وللاسف لازم 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 يكون عندي ثقافه ان زي ما الحكم الاجنبي بيحترم قراراته الحكم المصري يحترم قراراته، ولكن للاسف وبرضه بقولها تاني ويعني احنا بنتكلم لصالح العام، احنا ما عندناش مشكله مع حد، ولكن الحكم المصري دايما بيشرح كتير، بياخد قرار ثم يشرحه، فبيدي مساحه للعيب انه يقعد يحتاج وانه يقعد يتكلم، فهو دي المشكله. لا وفكر برضو اللعيب، يعني فكر اللاعب برضو انا لما بشوفه قدامي احنا من نوع ايه؟ عايز العصايه، عارف يعني عارف هو عشان اجنبي ده الاجنبي، فده بقى مش عارفني ولا عارفك فقراره صارم، هبقى خايف من جوايا لو انا عملت او شوحت او عملت، زي ما شفنا طارق حامد مثلا بيكلم كابتن محمد الحنفي وراح زقه بعد البيلين ولا باين مسكه حتى هو راح لفف له كده، ما يقدرش يعملها مع الاجنبي. ليه؟ عشان عارف ان الاجنبي ممكن في ثانيه يروح مطلع له اللحمه. لكن احنا عندنا من جوانا لا، ده بقى عارف ايه مصري فهاجي عليه شويه مش هيقدر يطردني، مش هتكلمه براحتي، عارف اللي ورايا ظهر مجلس اداره هيضغط الجمهور هيضغط. طب ليه؟ مع ان انا شايف يعني لكل الدربيات في ايطاليا، لسه كنا بنتفرج على الانتر وماتش مكسر، ما هو حكم ايطالي حكم ايطالي، فاسبانيا ريال مدريد وبرشلونه ما بيجيبوش ليه حكام مغربي؟ ما بقول لحضرتك احنا لازم نغير الثقافه، ما عندناش ثقافه ان الحكم المصري انا هسمع كلامه مش هقعد بقى، ونفس الشيء الحكم المصري بيشرح كتير كل قراراته ده صح وده مش صح. طب اقول لك على حاجه، انا كاينو انا نفسي ان احنا ما نجيبش حكام اجانب بعد كده خالص، واحنا عندنا حكام على كفاءه عاليه جدا، بس المشكله الجو هما يعني الحكم بيعمل كل ما في وسعه، بس الجو العام ما بيساعدوش، اللعيبه بتنزل متنشنه، الاجهزه بتتكلم، الجمهور بيشتم، لكن احنا ما عندناش الثقافه. بالنسبه للقاء الاسيوطي، هل شفت ان اضاعه الفرص الكتيره دي من المشاكل اللي النادي الاهلي بيواجهها في غياب ازارو؟
بص هقول لك على حاجه، يمكن الناس قعدت فتره في بدايه ازارو زي يعني بفتكر بالظبط نفس السيناريو مع فلافيو. نعم. اول ما بدا خالص الناس برده ما كانتش طايقاه، والناس كنت حاضر موضوع كنت حاضر برده لغايه التمرين بيعمل حاجات جامده جدا جامده جدا. يجي في المباراه سبحان الله حاجه تانية، تحس ان الدنيا الستاره نزلت. فنفس الحكايه مع ازارو، الناس برده هجمته في الاول، دلوقتي ازارو لما ما بيلعبش بقى رقم واحد، هو هداف الدوري. فاعتقد ان برده غياب ازارو كان برده يعني مؤثر، وده بان الكابتن حسام بدري دايما بيديله، الكابتن حسام بدري دايما مخليه يعني في ظهره على طول، وده اللي خلاه فاق. يعني ده اللي لما المدير الفني بيبقى انا كلاعب كوره بحس المدير الفني دايما في ظهري وبيديني وفي ثقه، انت واحده واحده انت حتى لو ضيعت خمسه لا هجيب. عارف انت بتبقى عندك الثقه اللي انا كده كده هجيب، مش مضغوط عليا. الجمهور بيتكلم لغايه ما اثبت نفسه اللي هو دلوقتي بقى هداف الدوري. كان في برده باد لك شويه، يعني في مباراه الاسيوط كان في باد لك شويه، في كوره يمكن الشوط الاول الناس ما كانتش مركزه برده قوي، الشوط الثاني استحواذ تام للنادي الاهلي. لو كنا جبنا واحده كان اعتقد الماتش كان هيختلف تماما. لاسلام محارب في ماتش الاسيوطي وصلاح محسن ومروان، يعني كل واحده كان عنده فرص. اعتقد اللي كان لو واحده بس من الثلاثه اللي انت قلت عليهم دول دخلت لا الماتش كان هيتغير السيناريو يعني تماما، كان هيتغير، كان الاهلي هيكسب. لكن هو بص ما تعرفش الخير فين، يمكن ممكن يكون ربنا حطك في اختبار على اساس تركز اكتر في يعني ضيعت الكاس، بس دي حاجه لازم تفوق اللعيب. ممكن يكون ربنا عمل كده دلوقتي على اساس اللعيبه تفوق من الخضه، انا بقى النادي الاهلي، انا اللي بكسب فارق 50 بونت، انا اللي حاسم الدوري من زمان، فاللعيبه عارف ايه تحس اللي انت اللي هي زي ثقه زي ده كابتن ياسر. لكن اعتقد ربنا دايما ما بيعملش حاجه وحشه، فانت كل اللي ربنا يعمل معاك كده في الوقت ده وقبل مباراه فاصله او قبل مباراه مهمه او بطوله مهمه مباراه الترجي، تاكد اللي ده خير ليك باذن الله يكون خير للنادي الاهلي. خلينا نتكلم بعض الشيء عن الترجي وكيف يلعب الترجي امام النادي الاهلي، وايضا هنتكلم كيف يلعب النادي الاهلي امام الترجي. هنبتدي بفريق الترجي التونسي. فريق الترجي التونسي هو بطل الدوري التونسي، من 25 مباراه خد 57 نقطه، له 44 هدف ودي نسبة جيدة، ولكن عليه 17 هدف في 25 مباراة، ودي حاجة من الحاجات اللي بتدي لك مؤشر ان دفاعات فريق الترجي التونسي ليست بالقوة الكافية، وسهل او من الممكن انك تخترقهم وتجيب فيهم اهداف. كنت بتحدث مع الاستاذ هيثم الرشدي الزميل الاعلامي في تونس، واديته كلمة عن فرانكومب، لان نادي الترجي هزم امام الترجي الجرجسي في اخر لقاءات، كما هزم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، يعني الظروف الى حد كبير متشابهه حتى في اخر لقاء بالنسبه للترجي، وهزم في هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء. الظروف كابتن ياسر بتتشابه، الترجي برضه هزم ولكن عنده مشاكل في الدفاع، حتى اضطر ان هو يشرك واحد من الديفندرات الاقوياء، فرانكوم واحد من اللعيبه الاقوياء جدا في وسط الملعب، يمكن بيشبهونا كده بالديفندرين بتوع الجيش، وعنده اثنين افارقه كوليبالي وفرانكوم، واضطر ان هو يشرك فرانكوم، ويمكن حتى كان في المكان اللي اشترك فيه في قلب الدفاع جاء منه هدف الترجي الجرجسي. كيف ترى او كيف يلعب الترجي امام النادي الاهلي؟ هل هيكون مدافع ام هيكون مهاجم؟ بص احنا برضو لازم نتفق اللي احنا زي ما احنا بنتكلم عن النادي الاهلي هنا في مصر، بنقول من الشعبيه الكبرى او من اكبر شعبيات او اكبر شعبيه موجوده هي شعبيه النادي الاهلي في مصر. برضو لو جينا نبص على الترجي في تونس من اكبر شعبيه برضو الترجي في تونس، يعني لازم نعرف برضو الفرقتين. طيب الفرقه الترجي جايه تلعب النادي الاهلي هنا في مصر، فبرضه هو عارف النادي الاهلي حتى لو خسران من بطوله او خسران في مباراه، عارف اللي ده مش الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فده برضه هو حاطه في احتياطاته وفي حساباته. طيب دي حاجه. النقطه الثانيه، هو هل هو هيجي يهاجم ولا يجي يدافع؟ لا برضه هيجي، هيبقى عايز يامن ويقول لك انا لو رحت وتعادلت مع النادي الاهلي برضه بالنسبه لي مكسب. فهو برضه هياخد الحرص الطبيعي اللي هو ياخد الحرص الاولاني اللي هو ما يدخلش فيه جون. وهيفضل اعتقد اللي ممكن يلعب على هجمه مرتده. اللي بيلعب هنا في مباراه هيقول لك النادي الاهلي خسران مباراه ومباراتين، ما برضه دارسك كويس، فكل ده هو بيدرسك كويس قوي 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 زي ما احنا دارسينه. طيب النادي الاهلي هو عشان يدخل في المباراه وعايز يوصل لنقطه معينه، وعايز يوصل لنقطه تعادل،
هيدخل المباراه وهو عامل حسابه اللي هو ممكن يخطف فيه الجون، وخاصه انت لاعب مباراه الزمالك ما وفقتش فيها، مباراه الاسيوط ما وفقتش فيها، كل ده بيبقى برضو قلقان. هو يقول لك لا مش طبيعه النادي الاهلي، وخاصه احنا في مباراه الزمالك زي ما انت اتكلمت انت معتز، لا احنا الاحسن، احنا مسيطرين على المباراه بس ما وفقناش. برضو مباراه الاسيوط انت على هجمه مرتده جه في الجون، هو ممكن يدرس مباراه الاهلي والاسيوط، الاسيوط بيلعب زون ديفنس جه على هجمه مرتده وفقوا فيها، فهو هيبقى اخر ماتش النادي الاهلي لعب عليه هو يمسك النقطه دي. فاحنا هو عنده كمان غيابات يا كابتن، يعني عنده واحد زي فرجاني ساسي اللي هو زي عبد الله السعيد عنده غير موجود، انتقل. عنده فخر الدين بن يوسف واحد من اللعيبه اللي هو مثلا ممكن نشبهه زي وليد سليمان غير موجود، انتقل الى الدوري القطري. ايضا هو عنده غيابات، مش بس الدنيا عندنا اللي احنا عندنا غيابات، هو كمان يعاني من الغيابات. بص يا محمد، انا الفرق الكبيره ما بتعتمدش على لعيب مش موجود في الفرقه، ما عنديش يعني. انا شايف في كلام كتير من اجيال كتير اعتزلت والنادي الاهلي هو النادي الاهلي، مش تقلان في عبد الله او اللي مش هيبقى موجود ايا كان، او ازارو او اي لعيب في النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي بنقف. وبرده الترجي الفرق الكبيره دي ما بتعتمدش على لعيب او على شخص معين، لا بتعتمد على منظومه كامله موجوده. يعني عبد الله السعيد ممكن في ماتشات كتير عبد الله السعيد ما كانش موجود ومصاب ولعبنا وكسبنا. عبد الله السعيد كان في مشكله في قبل ما يمشي، قبل ما يطلع اعاره كان في مش موجود وكسبنا، مش ده الاساس. الفرق الكبيره لا تعترف باللعيبه اللي هي نقول احسن ناقص فلان وفلان، لا هتلاقي مباراه. بالعكس ده ممكن يكون المباراه زي دي تظهر لعيبه ما كانتش موجوده، وتظهر لعيبه كانت عايزه تاخد فرصه، وخاصه الماتشات دي بتبقى لها وجود اعلامي كويس قوي، وفي لعيبه عايزه تثبت وجودها. مش معنى كده اللي انا في نواقص هنا وفي نواقص هنا، مفيش شك. لكن برضو قائمه النادي الاهلي احنا 30 لعيب في القائمه ليه؟ عشان بنقول اي لعيب يلعب هو برضو موجود اللي بيؤدي بنفس الدور، قادر ان هو يؤدي بقى. برضو فرقه الترجي ايا كان اللعيب اللي بقى مش موجود في فرقه الترجي هتلاقي عنده بديل البديل لفرقه بتلعب بطوله، خارج بطوله الدوري زي ما احنا برضو اتكلمنا، داخل نسبه الاهداف اللي داخله فيها 17 هدف في 25 مباراه، دي نسبه المفروض لعبت بالنسبه لي انا نقطه ايجابيه لعبت النادي الاهلي. زي ما انا اتكلمت في اول حلقه قلت لك لازم نعرف نقطه الضعف ونقطه القوه. طيب الاجوان اللي دخلت في فرقه الترجي جت ازاي وكانت عامله ازاي ومقرره ولا لا، كل ده اكيد الجهاز الفني درسها كويس قوي مع اللعيبه مع المحاضرات. زي كمان انا بقى انا عايز ايه، انا هدف فين؟ فرقه الترجي جايه تلعب النادي الاهلي، انا بقول لك اهو هي هتلعب على الهجمه المرتده، اتفرج وهتشوف ليه بقى. هو هياخد اخر مباراه احنا لعبناها اللي مباراه النادي الاهلي والاسيوط، يقول لك النادي الاهلي بيضغط من النوع اللي هو بيلعب على ملعبه، ما الحته الدفاع عنده ممكن تكون متعود اللي هو يهاجم على طول، فهو هيلعب على الجزئيه دي، جزئيه اللي هو يلعب على هجمه مرتده. الكور الثابته طبعا هم مميزين فيها كويس جدا، شمال افريقيا مميز جدا في الكور الثابته اللي هي القران الفاول الكور دي، فلازم برضو دراسه. وعنده هداف طه ياسين الخنيسي واحد من الهدافين لحد هم بص الكور الثابته الكور الثابته محمد اهتميت بيها اللي هي علينا بالذات، وانا بفكرك اهو وده اللي احنا بنعاني فيه في مصر، حتى مع منتخب مصر مع النادي الاهلي مع اي فرقه بنلعب مع كل انديه الدوري بالظبط، لا بنعاني من الجزئيه دي لما بنلعب في بطوله افريقيا بالذات، وعارفين الكوره الثابته بتبقى خطر علينا. فنتمنى ان كان السرد باكات اللي هيبقوا موجودين او يبقى في مان كويس او في ال 18. كابتن اينو، هل تتوقع ان الترجي ينزل ضاغط على النادي الاهلي، ولا من وجهه نظرك هيلعب ازاي امامه؟ بص يمكن كلنا شفنا قبل كده ولعبنا ضد شمال افريقيا عامه، بس دايما فرق تونس بشكل عام بتلعب هنا في وسط جمهورنا احنا وفي ملعبنا بيبقوا مأمنين شويه، مش هيضغط. يعني لو هناك عندهم في تونس اقول لك لا ده هيضغط في كل انحاء الملعب، لكن هنا في مصر لا، يمكن زي ما كابتن ياسر قال لا هيبقى مأمن. لو خد نقطه من مباراه في النادي الاهلي هنا في مصر اعتقد دي بالنسبه له حاجه ايجابيه، فاكيد مليون في الميه هيامن وهيلعب على الهجمه المرتده. يعني مثلا هيكثف في نص الملعب، يلعب بثلاثه ارتكاز، يخلي مثلا انيس البدري او يوسف البليلي اللي هم بيبقى ليهم ادوار ودايما بنشوفهم في ال 18 للمنافس، يرجعوا نص الملعب عشان يحاول ان هو يقفل المساحات على النادي الاهلي. بص هو كل اللعيبه بشكل عام ال 11 او ال 10 وبيخلي واحد قدام بس اللي هو راس الحربه الوحيد الاسترايكر ده بس اللي بيبقى قدام، لكن كل اللعيبه لازم تكون تحت الكوره. نعم، يعني مش هتتوقع ضغط عالي. لا خالص. ولو لا قدر الله او عامه يعني لا قدر الله وده ان شاء الله ما يحصلش، لما دايما فرق شمال افريقيا او سواء صفاقس
تونس، الترجي، النجم الساحلي، اي فرق من تونس كلنا بنشوف لما بيخطفوا جون تلاقي بقى الجون يقع يقعد مثلا خمس دقائق. عارف انت على فكره ما بقتش في تونس يعني، في فرق منافسه كانت حتى في اخر كتير بس هم ملوك يعني الحاجات دي. يعني احنا لازم نخلي ناخدها منهم بس مش احنا يعني كنادي الاهلي، في بعض من الانديه الثانيه بقت تعرف تقلدهم كويس قوي. جدا. فهي زي عارف موضه زي ما شفنا في لقاء القمه. وعايز برضو نقطه ثانيه، زي ما كابتن ياسر قال عندهم الكوره الثابته حلو، فاكيد الكابتن حسام بدري مش اول مره يلعبهم وعنده من الخبرات، فاكيد هينبه اللي ما حدش يعمل على منطقه 18 سواء من هنا او من هنا او في النص على الكوست، اكيد لازم نقلل الفاولات. نعم. عشان كل ده خطر علينا. الكرانر عندهم دايما معروفين، الترجي اللي عندهم دايما اطوال. نعم. هتلاقي السردباكات بتطلع في اي كره ثابته. نعم. بتلاقي ضرب، بتلاقي بقى عارف كله بيشغل الكعان. فاحنا لازم يبقى عندنا من الخبرات. ودلوقتي يعني يمكن 3 ارباع فرقه النادي الاهلي دلوقتي لعبت في افريقيا كتير. نعم. وفي ناس كتيره شاركت قبل كده ضد الترجي موجودين. نعم. فاكيد هم برضو عندهم يعني فكره عن الفرق دي غير اللي الكابتن حسام دايما باول باول هيبقى منبه عليهم. فان شاء الله ربنا يكرمهم ونحاول نقلل الفاولات، يمكن زي ما كابتن ياسر تاني قال اللي عندهم اطوال الفاولات عنده كويس. عنده محمد بسيطه وعلي بن منصور والزوادي سامح الدربالي، كل دول اطوال. فخط الهجوم عنده طه ياسين الخنيسي برضو راس الحربه، بيعرف يلعب بدماغه كويس قوي، وهم مميزين صراحه في ضربات الثابته بالدماغ، ودي من الحاجات اللي اكيد كابتن حسام بدري زي ما انت بتقول يا كابتن. لا هم فرقه كبيره، انت لو اتكلمت بقى بشكل عام، لو بشكل عام مش افراد، لا هم فرقه ترجي فرقه كبيره. نعم. زي اكيد هم برضو في دماغهم جاي يلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه كبيره. نعم. في غيابات عندنا زي ما احنا بنتكلم، لكن المجمل انت بتلعب النادي الاهلي. نعم. بغض النظر بقى مين انت، لو جبت اي ل 20 سنه بتوع النادي الاهلي، فالترجي برضو لو عارف هيقول لك لا ده النادي الاهلي. فانت برضو لازم تكون عامل حسابك اللي انت برضو بتلعب فرقه كبيره، ما بنقللش منهم، لازم نكن لهم كل الاحترام، لازم نبقى عاملين حسابهم كويس، والا المباراه بتقلب علينا. دايما كلنا، ويمكن الكابتن ياسر عارف، اللي انت دايما حتى لو بتلعب اي فرقه دايما المدرب او يقول لك لازم تحترم المنافس، هي دي كره القدم كده. فاحنا انت بتلعب برضو نادي كبير ونادي ليه شعبيه ويمكن رقم واحد في تونس، فانت لازم تبقى عامل له حساب جدا، واكيد الكابتن حسام حطه في دماغه كويس جدا من النهارده، مش من بكره ولا من ساعه المباراه، لا ده من النهارده التركيز تام. وانا عارف كابتن حسام وتعاملت معاه 5 سنين، اكيد منبه من النهارده، مفيش هزار، مفيش تهريج، تركيز تام على كل اللعيبه. فاعتقد ان شاء الله بامر الله لعيبه النادي الاهلي هتفرحنا وهيعملوا مباراه، انا واثق تماما ان شاء الله اللي هيعملوا مباراه يصالحوا بيهم جمهورهم ان شاء الله، ودي تبقى بدايه في بطوله افريقيا حاجه كويسه باذن الله. احنا نعرف من نجومنا الكبار كيف سيلعب النادي الاهلي وما هو التشكيل المتوقع من وجهه نظرهم، ولكن بعد هذا الفاصل اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث. مشاهدينا نكمل كلامنا مع ضيوفنا وكيف سيلعب النادي الاهلي. كابتن ياسر ابدا بحضرتك، كيف سيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك والتشكيل المتوقع اللي ممكن يبدا بيه كابتن حسام بدري؟ هو مفيش شك، انا ما اعتقدش اللي هو هيبقى فيه تغييرات غير في الجزء الامامي اللي ممكن يبقى فيه تغيير شويه. نعم. خاصه يعني اعتقد هو الشناوي يعني هيبقى موجود في حراسه المرمى، وبرده كان موجود شريف اكرام وموجود على اللطف، بس اعتقد هيدي للشناوي على اساس رجله في الملعب وموجود. عارف المباراه دي برضه عايز حساسيه ماتشات على طول. هيرجع احمد فتحي وعلي معلول، دي وجهه نظري يعني. نعم. هيلعب الاثنين، عندهم الخبره الافريقيه موجوده وعندهم الخبره في الدوري ولاعيبه تقيله وعارفين التمركز بتاعهم، ويعني الاثنين دولت من هم الاقرب يعني. وسعد سمير وايمن اشرف دولت السرد باكين اللي اعتقد الكابتن حسام بدري ممكن. ولو سعد مش جاهز ب 100% ممكن يبدا بحد ثاني يا كابتن؟ يعني ما فيش شك، ما هو في موجود يعني. ايمن؟ لا اعتقد هيبقى محمد هاني. يبقى محمد هاني. محمد هاني. يعني انا شايف كده يعني الاقرب للاثنين ايا كان مين اللي مش يعني ايمن وسعد دولت الاقرب. لو سعد مش موجود، اذا مش موجود اعتقد محمد هاني يعني. نعم. ده مش عشان محمد نجيب يعني، برضو محتاج راحه، بقاله فتره برضو بيلعب بقاله فتره طويله موجود في الملعب. الاثنين الديفندرين اعتقد حسام عاشور وعمرو السوليه،
يعني مش تقليلا برضو في محمد في هشام محمد ولا حاجه، لا بس هو يعني هو برضو الخبرات الافريقيه واللعب الافريقي محتاج يعني توازن شويه. نعم. ومحتاج لعيبه يكون عندها خبرات شويه. محمد هشام محمد لعب كويس قوي، بس الخبرات اللي موجوده حسام عاشور وعمرو السوليه برضو واحد عنده الجانب الهجومي شويه عمرو السوليه وحسام عاشور بيبدا يامن. والماتشات دي بقى ارجع اقول لك الخبرات لها دور كبير قوي. نعم. زي ماتشات اهلي وزمالك بنبقى نقول الخبرات الثلاثه اللي هيبقوا تحت راس الحربه اعتقد يعني ممكن يبقى فيها تغييرين شويه بين باقة لعيب كويس قوي وكابتن حسام البدري يضيف افريقيا برده حاسس ان هو محتاج الجزء ده ونزل برده في ماتش الاسيوط كان شكله كويس. هو عنده سرعه يا كابتن بيعرف سرعته لعيب كوره كويس وخفيف ولعيب خفيف بس برده هتلاقي كل لعيب بيبقى محتاج وقت يظهر فيه بيبقى محتاج ماتشات محتاج ياخد ماتشات اكتر فكل ده بتبقى تفرق معاه. وممكن يبتدي بين حمودي وميدو جابر يعني. انا اعتقد وليد سليمان ممكن يبقى هو موجود على تحت اللي هو البلي ميكر لعيب رقم 10 يعني برقم 10 وممكن يبقى موجود على الطرف من الطرفين لميدو جابر لحمودي ده الاقرب. نعم. اسلام محارب هيبقى برضو من اللعيبه اللي هي تبقى معايا ورقه بره. نعم. لعيب كويس اي ومين راس الحرب هو مروان محسن مروان اعتقد محسن. يعني هو اللي هيبقى لازم يبقى عندي ورقه بره. نعم. مش معنى كده ان انا اللعيب اللي احتياطي ده ملوش دور. نعم. تدوره بقى اهم. اسلام محارب جه وقت من الاوقات دوره اهم اللي كان بيلعب. نعم. في لعيبه كتير قوي كانت موجوده مع النادي الاهلي لها عملت حتى يقول لك ازاي ما يبقاش موجود في المنتخب. نعم. ومع ذلك مش اساسي. فوجود اللعيب زي اسلام محارب ده ورقه معايا بره بستفاد منها وبستغلها ونزل او قبل كده ماتشات كتير كان فيها تغيير كتير قوي. لكن هو التشكيل اللي انا قلت لك ده من هو ده الاقرب اللي يبقى موجود. كابتن اينو التشكيل من وجهه نظر. بص يمكن 99% اتفق مع كابتن ياسر يعني. طيب ابتدي معايا من حارس المرمى طبعا لا خلاف على الشناوي. نعم. هو اللي رجله في الملعب وهو طبعا اللي يعني اللي راكب بقاله فتره فالشناوي وساعده ايمن اشرف بس انت ايمن اشرف ايمن اشرف انا برجح ايمن اشرف من وجهه نظري وسعد سمير. نعم. لو سعد مش هيكون موجود بس اعتقد اللي هو طالما كابتن اصل انا عارف طبيعه كابتن حسام طالما خدوا المعسكر يبقى اكيد هو سليم 100%. نعم. اكيد عمل له اختبار كذا مره واحنا كنا بنتابع اليومين اللي فاتوا دول كنت بشوف على بعض المواقع اللي هو اتعمل له كذا حاجه. وفي حاله سعد هل نجيب ولا لا هيلعب نجيب نجيب لا بالنسبه لا. اعتقد لهاني هيبقى صعب شويه لكن نجيب عنده برده خبرات اكتر. نعم. ولعب برده ماتشات ترجي كتير لكن وعنده طول طول ده برضه يفرق في لسه كنا بنتكلم يمكن قبل الفصل على موضوع الكرانر. نعم. وعلى موضوع الفاولات. فاعتقد ان نجيب برضه يفرق. لكن خلينا نتكلم يعني البدايه. الشناوي وايمن اشرف وسعد سمير على الشمال علي معلول اعتقد صبري هيقعد وهو عنده من الخبرات كتير وعارف الفرق التونسيه. احمد فتحي طبعا ما فيش خلاف عليه في اليمين. السوليه وعاشور وليد سليمان هيكون اعتقد قدامهم وهيلعب بميدو جابر وباقة ومروان محسن. مروان محسن وفي حالة لو يعني اعتقد الوليد يلعب في مكانه يعني على الطرف. هو وليد خلي بالك بيميل اكتر على الطرف بس هو لو لعب هنا هيبقى كابتن حسام مضطر. لكن اعتقد لو وليد لعب في مكانه الطبيعي على الطرف ممكن يكون اللي هيشغل بقى الحتة دي احمد حمد. طب انا عايز اقول لك حاجة وليد ميوله بيميل على الطرف وعبد الله السعيد كان دايما بيميل على الجبهة اليسرى وحتى في ماتش الترجي كمان لما اعمل التمريره اللي هناك لما كسبنا التمريره اللي احرز منها اجايل هدف كان برضو على الجبهه اليمنى. فاذا في بعض الاوقات لعيب الرقم 10 بيروح للاطراف عشان يهرب من رقابه الديفندرين. هو خلي بالك على حسب سير الكوره. يعني انت على حسب سير الكوره انت ممكن تلاقي طب ما انت اوقات بتلاقي السوليه مثلا بتلاقيه قدام وهو ديفندر ارتكاز. ليه الكوره فين؟ هو بيحب يزيد. فالكوره فين؟ حسام غالي. حسام غالي طريقه لعبه الراجل لعيب كوره بيحب ممكن تلاقيه برده قدام. حسام غالي مش هيبقى موجود معانا فاحنا انا بتكلم عامه يعني. طب انا عايز اتكلم معاك في انا هواجه في الناحيه دي اتنين ديفندرين افارقه كوليبالي وفرانكوم بالاتنين اقوياء واتنين لعيبه كوره عندهم بدني يعني بدني عالي وكوره كمان عالي. وانا قدامي بقى السوليه وحسام عاشور يعني طبعا انت واحد كنت من نجوم هذا المكان شايف من وجهه نظرك ازاي هتبقى المواجهه؟ هتبقى مواجهه صعبه طبعا. بالنسبه لعاشور غير السوليه عاشور عنده خبرات اعلى كمان من السوليه. عاشور ما شاء الله بيلعب بقاله اكتر من 18 سنه. نعم. فعاشور قابل ناس كتيره جدا في المكان ده ولعب ضد فرق كتيره جدا فعاشور بالنسبه له انا يعني مش قلقان عليه. السوليه بقاله فتره في النادي الاهلي لعب بس عارف ايه الناس اللي جنبك بتديك ثقه. نعم. الجمهور هيديك ثقه. طيب هل حسام عاشور هيسقط قدام الاربعه اللي امامه والسوليه يزيد في حاله الاهلي معاه الكوره؟ اعتقد اصل عاشور حته الزياده بتاع لا عاشور رقم واحد
التأمين. مثلا لعبت جنب عاشور كتير. نعم. فعاشور رقم واحد يعني. أنا كنت ممكن مثلا أطلع لو شوقي اللي بيلعب مثلا عشوي يطلع مثلا يشوط، حسام غالي يزيد. لكن عاشور دايما ما كانش دايما يطلب، حتى كابتن حسام قبل كده وإحنا معاه مستر مانويل جوزيه، عاشور دايما هو اللي كان بيبقى ثابت. نعم. هو يعني الأساس ثابت قدام السرد باكين ده، المسمار أو الرأس المثلث مع سعد وأيمن. لكن دايما الديفندر اللي جنبه، وكلنا شفنا الفترة فاتت ما هو عمرو السولية من ماتشين كده جاب جون. نعم. زاد وشاط لكن ما بتلاقيش حسام عاشور. ما بتلاقيش حسام عاشور هو اللي يزيد، لا دايما عاشور هو اللي مأمن نص الملعب، هو اللي على الدايره. لكن ممكن تلاقي اللي جنبه هو اللي بيطلع شويه. فالسلاه هو اللي هتلاقيه دايما بيزيد، عاشور لا، عاشور بيبقى يعني كابتن حسام مكلفه لا انت غطي لي الدنيا دي كلها، اللي يطلع يطلع، لكن انت اللي تلم لي ورا الناس دي كلها. لكن في صناعه اللعب السلاه هيزيد، سواء يسدد او يحاول يلعب كره، بس خلي بالك مش يسدد وكده ويفضل قدام، لا ده انت رقم واحد انت هاف ديفندر مش متقدم كمان، لا يعني وليد هو اللي متقدم، لكن انت هاف ديفندر يعني انت على حسب سير الكوره. يعني انت ممكن مثلا استلزمت الكوره اللي انت يعني اجي الناحيه دي او اساعد الناحيه دي، لكن انت رقم واحد اساسك لا انت على الدايره. انت جنب حسام عاشور. وبعدين دايما كان يطلب مننا اللي لازم، وده مكاننا الاثنين الديفندر دول لازم يبقوا تحت الكوره، لازم تبقى شايف الكوره، ما ينفعش انا ابقى ديفندر والكوره ورايا، لا كده انت مش هاف ديفندر. الديفندر لازم يبقى الكوره قدامي، ابقى انا كده والكوره قدامي، حتى لو بينقله المنافس قدامي بينقل اسيبه نقل بس يبقى ايه تحت عيني، لكن ما ينفعش انا ابقى انا قدامه الكره ورايا، فاهم؟ عشان ما يبقاش في فراغات ومساحه تستخدمها الخصوم. كابتن ياسر هتحدث معك عن معلول، حضرتك واحد من الناس اللي يعني نجوم الجبهات اليسرى، سواء لعيب يعني باك وسواء كنت بتلعب تحت رؤوس الحربه. اسالك الاول، معلول نادي الاهلي وحضرتك حتى كنت في القياده الفنيه لنادي طنطا مع كابتن اسامه عرابي، دايما بيلعب على الاطراف وبيحب الاطراف بتاعته تخترق، هل معلول هيبقى عنده انطلاقات كتير؟ هو مفروض طبيعي اللي معلول بيلعب فرقه من فرق اللي هي التونسيه. نعم. يعني هم عارفين لعبه وهو عارف لعبهم وعارف الطريقه وعارفين اسلوب لعب اسلوب اللعب بتاعه، فالاسلوب اللعب بتاعه ده يعني لازم يبقى عنده جزء او نسبه من الذكاء شويه. اما يعني انا بديك مثال، لما كنت بلعب نادي المنصوره وانا مش هقول لك بقى من دوله لدوله، لا انا من محافظه لمحافظه بلعب نادي المنصوره، لما رحت النادي الاهلي هم قعدوا فتره حافظين طريقه لعبه واسلوب لعبي، بدات انا يعني لازم مثلا يا كابتن حضرتك هتتحرك فين، هتاخد الكره منين، بتحب تعمل بتميل على انهي جبهه بالظبط، بيديوا لك الحاجات اللي ياسر كان مثلا بيمتاز بيها علي معلول. هم عارفين علي معلول بيمتاز بحاجات معينه، لا لازم انا ابتكر، لازم عندي جديد. مباراه زي دي انا اقعد بيني وبين نفسي، طيب اللعيبه دي الباكرات اللي بيلعب عليا، هو عارف ان انا بعد من بره عشان اعمل اوفر، طيب لو انا دخلت من جوه، طيب ما انا ممكن وقت من الاوقات اغير من طريقه، لا ممكن اتفق مع يعني في حاجات بتبقى جوه الملعب. نعم. بتتعمل بيني وبين اللعيب، بيبقى لازم فيها تغيير، يعني مش لازم كل كره اخدها واعد وارفع اوفر. لا في وقت من الاوقات ممكن اشوط، وقت من الاوقات يعني لازم يبقى عندي تنويع. هو اللعيب اللي قدامي ده لازم يعرف اللي ايه ده، تعال مش علي معلول، لا ده في حاجه هو عاملها، هو عملها حتى في لقاء الاهلي والترجي هناك وراح احرز هدف كمان بالظبط، يعني لازم حاجه كده. وهو من عنده ما شاء الله اللياقه البدنيه عنده كويسه جدا. ايوه بقاله فتره مصاب بس رجله موجوده، لكنها كانت استشفاء او راحه سلبيه ليه، ففي حاجات بيمتاز بيها يعني اتمنى اللي هي تظهر. زائد النقطه الاساسيه، لازم ادخل المباراه انا كعلي معلول لازم عندي نسبه هدوء شويه. نعم. انا راجع برضو من اصابه، عايز ابقى مركز قوي 90 دقيقه، البديل طبعا صبر رحيل كده كده اعتقد هيبقى موجود من ضمن البدلة، فكل ده بس احنا محتاجينك في مباراه زي دي. اللي صبر رحيل بقى له فتره برضو بيلعب، هتلاقيه ممكن يكون نزيان، ممكن يكون مجهد برضه 90 دقيقة على طول كان تعبان، ففي حاجات كتير قوي. وعلي معلول من اللعيبة اللي يعني منتخب تونس كل ده، والمباراة بالنسبة له كمان هل حالة علي معلول في التمرين يا كابتن هتدي الانطباع أو القرار النهائي لكابتن حسام في إشراقه؟ مش مقياس بس هو لعيب دولي ولعيب من اللعيبة الكبيرة، يعني ممكن في التمرين ممكن ما يكونش باين إن هو 100%. على فكرة في التمرين ثلاث أرباعنا، أنت لو جيت تتفرج على تمرين بعض اللعيبة ممكن تقول إيه ده مش أداء ده اللعيب اللي بيلعب في المباراة. الأداء التمرين شيء وأداء المباراة شيء تاني خالص، والحافز بتاعي، وخاصة كمان المباراة كمان جاية في وقت بالنسبة لنا صعب، اللي احنا برضو قلت لك طالعين من بطولة وخسر مباراة مهمة بالنسبة لنا، فالحاجات دي كلها عوامل لازم مساعدة للاعب النادي الأهلي. ما لازم يبقى عندي ثقه في نفسي، لازم اعرف ان انا داخل بطوله ثانيه خالص، اقلب الصفحه، لازم عندي
تركيز 90 دقيقه من اول مباراه لاخر المباراه، ولازم لعيبه النادي الاهلي تعرف المباراه ما انتهتش وانا لا قدر الله دخل فيها جون او انا حتى لو انا كسبان. جمهور كابتن هل هيبقى له دور يعني مؤثر معاك؟ طول عمر الجمهور، جمهورنا هو رقم واحد، جمهورنا لو احنا مش موجود جمهور عندنا بتحس ان احنا زينا زي اي فرقه. هو الجمهور هو اللي مخلف فينا عندنا الروح اللي بتبقى عاليه في المباراه. احنا ما بنغير التيشيرت بس بنحس ان احنا غرب على 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 على, على النادي. يعني هذا منظر جماهير النادي الاهلي اللي دايما بيكونوا بيلبوا الندى. بالظبط. النادي الاهلي يحتاج الى دعم الجماهير. هتلاقيه وهتلاقيه بشراسه كمان في مباراه الترجي، وده اللي احنا مش ده اللي متوقعينه، ده الطبيعي. لا، جمهور النادي الاهلي بيبقى رقم واحد بالنسبه لنا. كابتن اينو، يعني اكيد برضو الجمهور واللعب هنا والتشجيع الكبير ده بيبقى له عامل السحر. بص، انا دايما بقول عليهم دي رجاله المواقف الصعبه. يعني الجمهور بتاع النادي الاهلي دي رجاله المواقف الصعبه. يعني يمكن ده زي ما كابتن ياسر قال، ده رقم واحد. ده روح الفانيلا. انت الواحد جرب قبل كده بتلعب بجمهور وبتلعب من غير جمهور. من غير جمهور اكنك في التتش في التمرين، تقسيمه في التمرين مش مباراه. لكن لما بتنزل وتسمع جمهور النادي الاهلي، لا، حاجه جامده جدا. يعني ما صوتهم لما بيطلع، لا، بيهز الكراسي المدرج اللي هم قاعدين عليه. نعم. دخلاتهم اللي بيعملوها، اغانيهم، كل يوم بيبتكروا. ما هم برضو خلي بالك، في جمهور اللي هو بيروح يسقف وخلاص، ده الجمهور العادي. لكن جمهور النادي الاهلي لا، مش عادي. انت لو تشوف في اي بطوله التشجيع، انت بتقول مش عادي في الحته اللي فعلا باين ان هو فعلا لا تحس. بص، دايما دخلات، دايما مش عارف، بيبتكروا يعني، فاهم، بيحبوا يبتكروا، فدايما عندهم الجديد. نعم. فلا، اتمنى طبعا ان هم يملوا الاستاد يعني في التسخين الدنيا بتختلف من بس تشجيع الجمهور. تماما. لا 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 لا، وانت بتسخن، انا كلعيب وانا نازل اصلا ما بستناش المباراه، وانا نازل بسخن قبل المباراه بساعه الا ربع ولا بنص ساعه. لما بشوف بس كلمه هادي، اول ما بشوف الفانيله الحمراء نازله دي لوحدها، بتحس ان انت اصلا بتسخن. ده مش تسخين، ده المباراه بدات من الروح ومن الطبله ومن التشجيع والتسقيف. انت الادرينالين بقى يبتدي يعلى. وتلاقي قلبك كده انت بتحس ان انت خلاص الماتش بدا. يعني وانت بتسخن كده خفيف، انت بتحس اصلا اكنك بيدخلوك المباراه. هل ممكن نستخدم شحنه الجمهور في البدايات يا كابتن معتز، ونحاول النادي الاهلي يحرز هدف بدري؟ يا ريت طبعا. انا اتمنى، يعني اتمنى ان احنا نحرز. هتركبك المباراه لو انت جبت جون بدري، بتحس ان انت راكب المباراه. غير اللي الجمهور بقى بيبقى معاك، اي تاكلينج بتلاقي الجمهور بيديك ثقه، بيسقف لك، اي حاجه بتعملها بتلاقي. زي ما لا قدر لو انت خسران، لو عملت ايه، ما حدش ده انت لو بس بصيت بصه غلط الناس تزوم عليك. فبالتالي العكس، ما بالك بقى وانت كسبان اول ربع ساعه ولا اول نص ساعه او نهي الشوط الاول يعني كسبان. يعني انت تؤيد ان الاهلي يضغط منذ البدايه ويلعب ضاغط؟ بص، انت بتلعب في ملعبك، بتلعب في وسط جمهورك، بتلعب في بلدك. امال لو انت ما ضغطتش هنا ونزلت هنا ضاغط وعايز تكسب من اول دقيقه واحد واثنين وثلاثه، ما بستكفيش. هتروح في هناك تضغط هناك؟ لا، انت هي فرصه اللي انت اول مباراه دي عندك، الافتتاحيه عندك. فانت لازم تدوس من اول دقيقه عندك. لازم تعرف ايه، عارف هم هيبقوا منزلين مخضوضين، عارف انت، عارف انت جاي انا اضربك، فانت ايه، لا انا لازم انا اديك واحده الاول، فاهم، تلقائي. فانت لازم انت تضغط عليهم من الاول، لازم انت تحسسهم. شبهتها بماتش ملاكمه، ماتش ملاكمه مسكني ايدك. لازم انت، لازم انا، انت اللي تبادر. اللقطه دي يا كابتن معتز وكابتن ياسر، يعني الناس اللي بتتكلم ان مواجهه الترجي صعبه وكده، احنا شايفين يعني طبعا واحد من مشجعين النادي الاهلي وبينطط، ويعني انتوا شايفين حالته. ده بيبين لك ان مفيش حاجه اسمها صعوبات. الناس اللي بتتكلم ان صعبه والدنيا والمشاكل وكل شيء، اللقطه هي مره ثانيه، يعني ما حدش يجي يقول لي بقى ان في صعوبات، ده في ناس سلام ما بتعرفش حتى تعمل كنترول على الكوره وتجيب يعني. بس هقول لك على حاجه، هو عامه لما بتتكلموا على 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 طريقه اللعب، النادي الاهلي عمرنا حتى بره وجوه ما بنلعبش بطريقه دفاعيه. نعم. بنلعب في وقت من الاوقات احنا بنحاول، احنا كلعيبه جوه الملعب بنامن. نعم، ما يدخلش فينا جون. انا حسب النتيجه، حسب النتيجه. لكن طول ما انا في المواقف اللي انا محتاج اكسب بكسب. حتى لو بره مصر. نعم. يبقى في وقت من الاوقات كده لعبت النادي الاهلي، بتبقى النهارده رايحين نلاعب في ماتشات كتير قابلناها. يعني في ماتش الرجاء الرجاء المغربي والاهلي، احنا على ايامنا في البطوله العربيه في النهائي لازم نكسب الرجاء، لازم، يعني ما ينفعش التعادل. كان البطوله دي خريبكه، فرقه اسمها خريبكه اتعادلوا مش عارف مع مين، وانت لازم تكسب الرجاء. لو تعادلت مع الرجاء خلاص البطوله راحت من نزلنا، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا. سمير كابتن سمير كمونه سمير وادي خشب في اخر ثانيه بالظبط. انا لعبت 45 دقيقه خلاص في الماتش، كمان 45 ورفعت ايدي بين الشوطين، خلاص انت عملت اللي عليك.
زميلك ما انت ممكن تأدي وتبقى موجود في الملعب بس مش هتأدي. انا ده امانه من جوايا خلاص انا عملت اللي عليا طلبت انا حتى التغيير قلت له خلاص يعني في وقت من الوقت تبقى امين مع نفسك مش انت مش موجود في الملعب وخلاص انت موجود هتأدي عشان التيشيرت اللي انت شايله ده ولا مش هتأدي. في ناس ثلاث تغييرات اتعملوا يومها وكسبنا الرجاء في الرجاء في المغرب في وسط 100,000 مش عايز اقول لك استاد الملك الخامس ده مليان. فالنادي الاهلي ما بنعرفش غير حتى الطراد دفاعه ما بنعرفش ليه احنا متعودين اللي يلعب علينا يدافع عشان كده احنا ليه بناخد الجزء ما حد بيهاجم علينا بيبقى حاجه غريبه بالنسبه لنا اللي احنا متعودين على نهاج مش تقليلا في الفرق اللي باللعيبه لا احنا بنلعب باسم كبير فاللي بيلعب باسم كبير ده بقى لازم يؤدي المسؤوليه ده اكيد ده. كابتن اينو في حاله تاخر احرازنا الاهلي هدف هل يكون في تسرع ولا كيف تكون الطريقه يعني النادي الاهلي كيف يتعامل مع هذا الامر؟ بص هقول لك على حاجه في دايما تعودنا اللي في فرق بين السرعه والتسرع. السرعه اللي انت ايه عايز تلعب بسرعه وعايز تجيب جون وبتاع التسرع اللي هو لا ما انا برضو ما بقاش عايز اجيب جون والاقي بقى مثلا ايمن اشرف طالع والسردباكات طالعه وكله سايب مكانه وطالع يروح هم بيلعبوا على الهجمه المرتده الاقي هوب راحوا بكره للشناوي خلصوا الماتش ما هي بتبقى كده. لا انا في 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 ناس دايما كنا في المحاضره في ناس ملهاش دعوه بالماتش خالص ملهاش دعوه باي حاجه اللي يطلع في ناس واقفه عارف العساكر عارف العساكر اللي بتبقى واقفه بتامن خدمه مالكش دعوه باي حاجه انت خدمه اللي يطلع يطلع واللي انت مامن دنيتك ومركز تركيز تام طول ال 90 دقيقه عشان ما يبقاش في زياده عدديه تعمل مشكله. جول الاسيوطي جه ازاي؟ جول الاسيوطي هوب فجاه عمر كمال لعب واحد هجمه مرتده اتلعبت له ثرو اتلعبت له ايه ده هو لعيب النادي الاهلي اللي اداها له يعني انا اقصد يعني راح فضل بيجري 35 متر ونجيب بيجري جنبه ومش عارف صبري تقريبا وبتاع فاهم فانت ممكن تاخد واحده زي دي تلاقي الاستاد ضلم الجمهور بقى ضلم والدنيا ضلمت وسودت احنا عايزين بقى في النور احنا يعني عايزين نبقى في النور احنا عايزينها تبقى منوره منوره ازاي لكل واحد يبقى نازل مركز طول 90 دقيقه مركز كل واحد عارف دوره ايه كل واحد عارف اللي الكابتن حسام هيحدد بالاسم ده هيعمل ايه وده السردباك ده مع فلان والسردباك ده مع فلان. بس في حاله ان تاخر النادي الاهلي في احراز اي اهداف انت ما بتقولش ان الاهلي يتسرع ويلعب لعبه عادي يلعب لعبك الطبيعي تستحوذ وتمسك كوره وتنقل لا ما تستعجل انت ممكن تلعب لغايه الدقيقه 92 تجيب جون 93 وده حصل كتير مع النادي الاهلي فانت ما تستعجلش العب اهم حاجه ابقى مامن ابقى مامن دنيتي لان رقم واحد ما يخش فيها جون يعني رقم واحد ما يخش فيها جون اتعادلت خلاص ربنا رايد لنا اتعادل قدرت اخطف واكسب خلاص لكن اهم حاجه ما يخش فيها جون لو دخل فيها جون الدنيا تصعب هتبقى مطالب اللي انت لازم تجيب جون عشان اتعادل وبعد التعادل باصص للمكسب لكن طول ما هي 0-0 لو لا قدر انا بتكلم في حاله اللي احنا اتاخرنا طول ما هي 0-0 انا ممكن اقدر اجيب جون فيها صح دي نقطه مهمه. كابتن ياسر هل ممكن كابتن حسام البدري يلعب باثنين روس حربه صلاح محسن ومروان محسن وتحتيهم طرفين واثنين نص ملعب؟ بص ما اعتقدش ان كابتن حسام البدري في بدايه المباراه هيعمل كده انا برضو بلعب بالطريقه بتاعته والشكل بتاعه لكن امتى انا استغل الموضوع ده اذا النتيجه مش في صالح طبيعي اللي انا اللي بيحصل فيه بعض المجازفات لازم تبقى موجوده انا محتاج مباراه وكابتن حسام البدري اكيد بيلعب رقم واحد لان انا عايز اكسب ولو انا ما كسبتش ما اخسرش وده مبدا كويس جدا في الكوره الخساره غير التعادل والتعادل غير المكسب فاعتقد اللي انت تبتدي باثنين راس حربه دي صعبه شويه ليه انا الطريقه بتاعتي بلعب ب 4 2 3 1 بلعب بفرود ممكن استغل ايا كان مين اللي هيبقى راس الحربه الثاني ممكن صلاح محسن او ايا كان الشكل هو الوحيد اللي هو موجود يعتبر كراس حربه ممكن احط صلاح محسن على طرف من الاطراف كنت لسه سالت نفس السؤال فبعض الاوقات كان صلاح محسن كابتن حسام بيبتدي بيه كطرف ويكمل في بعض يعني النقط المعينه انه يبقى راس حربه بالظبط ما بقول لك هي سر المباراه انا برضو كابتن حسام البدري برضو هتلاقي حط في حساباته اللي انا بلعب اكيد طبعا لعب الترجي برضه زي ما معتز اتكلم مش اول لا قدر الله لو دخل فيها جون الامور صعبت هضطر اللي انا عايز اتعادل وعايز اكسب والوقت واللاعيبه شمال افريقيا كمان بيعرفوا ازاي يضيعوا الوقت يعني وخاصه وانت طول ما انت متعادل ممكن يضيع منك الوقت هو عايز يتعادل على فكره هو عايز يتعادل وبرضه ممكن يقول لك انا العب على هجمه مرتده اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه العب زون ديفنس ايه السيناريو اللي هو بيدوره ده هتلاقي المدير الفني الترجي برضه عامل حسابه اللي هو جاي يلعب النادي الاهلي فكل ما الوقت بيعدي وعارف ان كل ما الوقت بيعدي بيبقى صعب على النادي الاهلي ليه يقول لك النادي الاهلي عايز يكسب عاوز مش عارف ايه كل ده عوامل بتاخر فانا بقول لعبت النادي الاهلي ما تستعجلش زي ما معتز اتكلم قال فرق بين السربعه وفرق بين التسرع انا بقول لك شيء السربعه لا
والتسرع لازم يكون عند عقل شويه او عقلنا شويه. مباراه 90 دقيقه ممكن في جون الشوط الاولاني يطلع 0-0، ممكن الشوط الثاني في اخر ده ممكن اعوض واكسب، لا قدر ما كسبتش يبقى انا ما خسرتش. الدكه كابتن هيبقى ليها دور اكيد. الدكه لو ما لهاش دور في وخاصه مع الانديه الكبيره لا بيبقى لها دور ومؤثر كمان، بنشوفها مع فرق ريال مدريد، بنشوفها مع باير، بنشوفها بيبقى لها دور، شفناها مع النادي الاهلي لما بيبقى موجود زي اسلام محارب. انا قلت لك السنه دي من اميز لاعيبه كان لها دور، ممكن يبقى صلاح دي. ممكن يبقى صلاح حمدي، ممكن حمودي، كل دول انت في 23 لعيب. نعم. في ناس هتطلع بره خالص والناس. نعم. هتبقى موجود. نعم. وليه ما يبقاش كريم ندفد؟ نعم. من اللعيبه المميزه واللعيبه الكويس. انا مش عايز ابقى عندي تسرع في لعيب اصلا عنده مميز. نعم. يعني كريم ندفد انا بقول لك من احسن لعيبه او من احسن الناشئين موجودين في النادي الاهلي. نعم. ولعيب خد على فترات اللي هو يلعب في مباراه الاهلي او الزمالك احنا عادي جدا ان انا ابقى موفق او مش موفق، مباراه زي اي مباراه. لكن كريم لا لعيب كويس، لعيب يبقى له دور مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وثقه الكابتن حسام البدري في 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 كريم او بعض اللعيبه الصغيره دي حاجه كويسه جدا تحتسب ليه كمدير فني. وكريم ندفد انا بقول لك احنا متحملين على 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 على, على ناشئ مولد 97. يعني انا مش شايف الامور. اللعيب كان له وجود قوي في في الفتره اللي فاتت، لعيب موجود في قائمه النادي الاهلي، لعيب مميز. لما راح حرس الحدود يعني ما قلت لك ضغط. بص يا جماعه برضو هاكد على ضغط الفرق الثانيه غير ضغوط النادي الاهلي. ضغوط النادي الاهلي يعني كريم ديفيد كان من احسن لعيبه موجوده في وادي دجله. ضغط البطوله بتقل. انا مع اي لعيب يلعب في اي نادي ممكن يبقى الحاله النفسيه بالنسبه لك 100%. مع النادي الاهلي لازم تقل مع الضغوط. اينو سريعا ماتش ليفربول وروما على وشك البدايه، عايز تقول ايه لمحمد صلاح؟ اقول له ربنا يكرمك وتفرح الناس، انت وحدت الناس يعني. الناس كلها دلوقتي بتقعد تتفرج محمد صلاح. وانت في فيرونتينا ما كانش حد بيتابع اصلا الدوري الايطالي. خليت الناس كلها بتتابعك، وانت في بازل الناس بتتابعك، وانت فانت خليت الناس في جماعيه، صنع حاله، عملت حاله. ربنا يكرمك وربنا يوفقك، وانت دلوقتي فخر العرب. هل تتوقع مش فخر مصر، انت فخر العرب كلها. ده حقيقي. هل تتوقع ان روما تعمل برضو عوده وتكسب 3 اهداف مقابل شيء وتتاهل ولا صعب؟ لا ليه، النتيجه الاولى اعتقد اللي هي النتيجه الاولى تديهم صفر. يعني النتيجه الاولى تديهم ثقه، الا بقى تدي ليفربول ثقه، تدي ليفربول ثقه. الا بقى لو حصل عكس الدنيا دي كلها وراحوا جايبين هم 3 جوان، لا هيبقى لا ساعتها انا الوم ليفربول. لكن انا نازل وفي جيبي 3 جوان واخسر 3 يخش ليه يعني؟ ده انا لو حاطط تقماع وراسس كونزات، لو راسس الكوبايات دي كلها ورا الكره هتخبط فيها. لا حصل مع برشلونه، ما حصل بس هل هيفعلوها مره اخرى؟ ده برشلونه بس ليفربول ماشي يا كابتن. بس برشلونه عارف ايه، بتلعب كوره كويس، لكن معروف اللي دايما الانجليز بيدافعوا واقوياء غير برشلونه. برشلونه لعيبه كوره، لكن الانجليزي اكيد برضو خلي بالك ماتش برشلونه ده اكيد هيبقى في دماغهم. يعني انت شايف ان هيبقى درس مهم؟ طبعا طبعا. يعني في النهايه كنا نتمنى وقت حلقتنا يطول، ولكن للاسف وقت حلقتنا انتهى تماما. في النهايه طبعا بشكر كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ياسر ريان، شرفتني ونورتني. شكرا يا محمد، ودايما كده نشوف حضرتك معاك. شكرا ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن معتز اينو. شكرا يا محمد، ربنا يخليك، وده بيتي انا مش غريب على هنا، ودايما بتشرف لما موجود النهارده هنا. سعيد لك كنت موجود معاك، وسعيد اكتر لما شفت كابتن ياسر. طبعا شرف ليا ان انا كنت موجود مع كابتن مصر كابتن ياسر. طبعا دي حاجه جميله جدا. شكر موصول لكل طاقم العمل، شكر موصول لحضراتكم كل الدعم للنادي الاهلي. لقاء الجمعه امام الترجي ان شاء الله ان الاهلي يفوز بهذا اللقاء. دمتم في امان الله ولكم تحياتي، والى ان القاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.